بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله عندنا فيديو جديد في مديول فاونديشن، هنتكلم فيه على تاني محاضره عندنا في المنهج، وهي بعنوان البكتيريا الفيسولوجي. ان شاء الله الفيديو ده معانا هينزل برضه فور فري، وبعد كده ان شاء الله الفيديوهات هتنزل للناس اللي هتشترك معانا في الكورس. سعر الكورس طبعا سعر رمزي 50 جنيه تقديرا للمجهود اللي احنا بننزله في شرح الفيديو. تمام؟ هنتكلم على البكتيريا الفسيولوجي، وزي ما انت عارف ان البكتيريا الفسيولوجي، كلمه فسيولوجي ديت انت خدتها في المديول فاونديشن 2، كان بالعربي كده معناها علم وظائف الاعضاء، فكنا بندرس وظائف الاعضاء بتاع جسم الانسان. هنا نفس الفكره، احنا بنتكلم على بكتيريا فسيولوجي فهندرس الوظائف بتاعه البكتيريا. الوظيفه الوحيده اللي عندنا في المنهج اللي هو مش مشروحه يعني عندنا، هي وظيفه الريبرودكشن، وكلمه الريبرودكشن دي معناها التكاثر. فاحنا دلوقتي محتاجين نعرف ازاي البكتيريا بتتكاثر معانا. مبدئيا زي ما احنا متعودين هنشرح الاول على السبوره، وبعد كده نرجع نقرا الكلام بتاعنا. بص يا سيدي، اول حاجه واول سؤال بيتساله ايه هي اول سؤال بتتساله في الامتحان، ايه هي الطريقه اللي البكتيريا بتتكاثر بيها؟ لازم تاخد بالك منها، لان ده سؤال مهم جدا في الامتحانات. قال لك ان الطريقه اللي البكتيريا بتتكاثر منها اسمها كده باينري فيجن. باينري فيشن ده اسم الطريقه، و بتتسال في شكل ام سي كيو في الامتحان. طيب ترجمتها بالعربي ايه؟ ترجمتها الانقسام الثنائي. ده الطريقه اللي البكتيريا بتتكاثر بيها. طب هي بتحصل ازاي؟ انا لو قدامي ديت الخليه البكتيريه، ديت الخليه الام اللي هنطلق عليها كده بالعربي بالانجليزي اسم بيرنت سيل. ديت الخليه الام، ايه اللي بيحصل؟ بتبدا الخليه الام ديت تنقسم وتدينا خليتين. ماشي؟ الخليه الام لما تنقسم دي خليتين، الخليتين دول هيبقوا ايه؟ هيبقوا الابناء اللي هي الدوتر سيل، بالانجليزي دوتر سيل. ماشي؟ فده بالنسبه لنا كان الجزء. طب الفكره ايه؟ الفكره انها فوله واحده اهي واتقسمت نصين، بمعنى ان الخليه الام دهيت شبه الخليتين الدوتر بالظبط تيبيكال، يعني الخليه ده اهي شبه الخليه دي، والخليه دهيت شبه الخليه دي. ده ايه ده؟ هو ده الانقسام الثنائي اللي هو الباينري فيشن. يبقى فهمنا الفكره دي؟ يبقى الفكره دي ببساطه ان انا عندي الباينري فيشن او الانقسام الثنائي، يعني خليه البكتيريا الام اللي هي البيرنت سيل دهيت بتنقسم لفوله واتقسمت نصين، يعني بتنقسم لخليتين، خليتين من خلايا الابناء اللي هم الدوتر سيل دول بيبقوا شبه الخليه الام بالظبط في كل الخصائص وفي كل حاجه. ده فكره الباينري فيشن. الموضوع ده طبعا بيجي ام سي كيو، ولازم تكون عارف الحوار ده كويس قوي. فبيقول لك ايه هو الديفينيشن بتاع الباينري فيجن؟ ان في وان سيل اللي هي البيرنت سيل دهيت بتنقسم لاثنين دوتر سيل، الاثنين دوتر سيل دول بيبقوا ايكوال زي بعض بالظبط، وكمان بيبقوا شبه البيرنت سيل اللي هم اللي انقسموا، كانها فوله واتقسمت نصين. وادي الصوره قدامنا، ديت الخليه البيرنت سيل بتبدا انها تنقسم لحد ما تديني خليتين، الخليه دهيت شبه الخليه الام، والخليه دهيت كمان شبه الخليه الام. ده الانقسام الثنائي او الباينري فيجن. طيب في بقى دلوقتي ملحوظه مهمه هقول لك عليها دلوقتي خاصه بالباينري فيجن ده، حاجه اسمها الجينيريشن تايم. ما هو الجينيريشن تايم؟ قال لك ان الجينيريشن تايم ده بيبقى عباره عن الوقت اللي البكتيريا بتاخده عشان تصل للضعف. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو عندي في العينه اللي انا بدرسها مثلا بكتيريا واحده فقط، الوقت اللي البكتيريا هتاخده عشان تبقى اتنين هنسميه جينيريشن تايم، والوقت اللي الاثنين هياخدوه عقبال ما يبقوا اربعه هنسميه جينيريشن تايم، والوقت اللي الاربعه هياخدوه عشان يبقوا ثمانيه هيبقى هنسميه جينيريشن تايم. يبقى ايه الفكره؟ ان الوقت ده اسمه جينيريشن تايم، وده كمان اسمه جينيريشن تايم، وده كمان اسمه جينيريشن تايم. فالوقت اللي البكتيريا خدته عشان تتضاعف توصل للضعف ده بيبقى اسمه جينيريشن تايم. خلاص؟ طيب فايه تاني الجينيريشن تايم اهو؟ بيقول لك هو عباره عن اللينس اوف تايم it takes for the preparation of the cell to double، يعني بتاخد الوقت بتاع البكتيريا بتاخده عشان تتضاعف. خلاص؟ بيقول لك ان الجنريشن تايم بتاع البكتيريا بيبقى قصير جدا، وده بينتج نتيجه لان البكتيريا بتتقاسم بشكل سريع جدا، فبالتالي الجنريشن تايم بتاعها هيبقى قليل، بيبقى من 20 ل 60 دقيقه. طيب النقطه دي ممكن تتسال ازاي في الامتحان؟ في صيغتين ممكن تتسالها. الصيغه الاولانيه ان هو تتسال ام سي كيو، يقول لك ايه هو الوقت اللي البكتيريا بتاخده عشان تبقى دبل، هتختار جينيريشن تايم، ادي اول صيغه. الصيغه الثانيه ان هو يجيب لك مساله ويقول لك احسب لي عدد البكتيريات اللي هتبقى موجوده بعد كذا ساعه، وهوريك دلوقتي مثال عليه. ادي المثال اهو، المثال بتاع المساله اللي بقول لك عليه اهو. بيقول لك ايه؟
تعال نحل المسألة وهديك قانون عايزك تزوده معايا عشان لو جات لك أي مسألة تعرف تتعامل فيه. بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن بكتيريا سيل، يعني خلية بكتيرية، لما بحطها في بروستيوب، البروستيوب ديت معناها إنها حاجة زي الكالتشر ميديا كده، يعني زي كده حاجة أنا بعملها في المعمل عشان أخلي البكتيريا تنمو وتتكاثر فيه. قال لك إن الجنريشن تايم بتاع البكتيريا ده يعني بيساوي 40 دقيقة. ماشي، الجنريشن تايم بتاع البكتيريا ب 40 دقيقة، واحنا عارفين ان الجنريشن تايم الطبيعي بتاعه بيبقى من 20 لحد 60، خلاص هو قال لنا الجنريشن تايم هنا 40 دقيقة. فبيسألك قول لي ايه هي عدد الخلايا اللي احنا هنشوفها في الانبوبة بتاعتنا دهيت بعد مرور 6 ساعات بفرض ان الجنريشن تايم بتاعنا 40، خلاص؟ طيب هو انا هديك قانون وعايزك تزود القانون ده معايا. القانون ده اللي بيحل لك المسألة دي بيبقى عبارة عن ايه؟ هو بيقول لك دلوقتي ان الجنريشن تايم، البيانات المهمه اهي، ان الجنريشن تايم بتاعنا بيساوي 40 دقيقه. هو دلوقتي عايز النمبر اوف البكتيريا، النمبر بعد مرور التايم، بعد مرور كام ساعه؟ 6 ساعات. طيب مبدئيا انت حاجه زي دي لازم توحد الوحدات، انا عندي الجنريشن تايم بالدقائق والتايم بالساعات، فلازم نوحد الموضوع كله نخليه بالدقائق عشان نعرف ان احنا نتعامل. فالست ساعات دي هنحولها اول حاجه للدقائق ونخليها 360 دقيقه. ما هي ست ساعات لما نضرب 6 في 60 هيديك 360، يبقى الست ساعات فيهم 360، خلاص؟ طيب القانون ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله انت عشان تعرف العدد بتاع البكتيريا هتروح قايل هتشوف الست ساعات دهيت فيها كام 40 ساعه، ازاي؟ عن طريق انك بتقسم ال 360 دهيت على 40. هيطلع لك لما تيجي تقسمها كده بالآلة الحاسبة هيطلع لك 9، خلاص؟ يبقى الست ساعات فيهم 9 40 دقيقة، خلاص؟ يبقى النمبر اوف البكتيريا هيساوي 2 أس 9، 2 أس 9 اللي هو معاك 512. يبقى القانون إيه تاني بقى؟ يبقى القانون بيقول لك أنت عشان تحسب الجنريشن تايم أو عدد، عشان نحسب عدد البكتيريا اللي هيطلعوا بعد فترة معينة بنعمل إيه؟ القانون بيقول لك، واكتب القانون ده معايا، إنك هتجيب التايم بالدقايق، التايم التوتال اللي هو مديهولك اللي هو كان عندنا 6 ساعات، التايم اللي هو عايزه على الجنريشن تايم اللي هو مديهولك كمعطى في السؤال، خلاص؟ هيطلع لك رقم معين وليكن اكس، فالنمبر اوف البكتيريا هيساوي 2 اس اكس، خلاص؟ ده القانون اللي احنا بنحل بيه. وبالتالي هنا لما نيجي نطبق على المساله اللي قدامنا دي، قال لك ان الجنريشن تايم هنا 40 دقيقه والتوتال تايم اللي مديهولك 6، فانت هتحول ال 6 دهيت للدقايق الاول هيطلع لك 360، تقسمها على الجنريشن تايم اللي هو 400 هيطلع لك 9، اذا النمبر اوف البكتيريا هيساوي 2 اس 9 اللي هو هنا 512. ده نوع من الاسئله ممكن تتسالوا على الموضوع بتاع الجنريشن تايم لو جات لك في شكل مثال. يبقى احنا حتى الان كل اللي احنا قلناه في الفيديو بتاعنا، النص صفحه دي بتتسال كتير جدا في الامتحانات. اول حاجه ايه هي الطريقه اللي البكتيريا بتتقاسم بيها؟ هي الباينري ريجن، وعرفنا الديفينيشن بتاعه ايه. بعد كده رقم اثنين ممكن يسالك ايه هو الديفينيشن بتاع الجنريشن تايم، ممكن تتسال ام سي كيو او يجيب لك مساله على الجنريشن تايم زي ما احنا شفنا دلوقتي، خلاص؟ فده يعتبر الجزء الاول عندنا، وزي ما احنا شفنا في اسئله كتير جدا بتتسال عليه، خلاص؟ طيب النص الثاني عندنا من الفيديو بيتكلم على حاجه اسمها البكتيريا البروسكر، وده كمان ذات اهميه قصوى جدا جدا في الامتحانات، لازم تكون عارفه كويس جدا وفاهمه كويس جدا عشان تعرف تحل الاسئله اللي بتيجي عليه، خلاص؟ هو بيتكلم دلوقتي على حاجه اسمها بكتيريال جروس كيرف. يعني احنا بنعمل ايه؟ هنجيب شويه بكتيريات ونحطهم في انابيب اختبار عندنا في المعمل ونبدا نتابع الجروس بتاعهم عامل ازاي؟ ازاي البكتيريات دهيت بتنمو؟ فبص يا باشا، انا الجروس كيرف دايما بشرحه بطريقه مختلفه عن اللي في الكتاب. انا حاطط لك الطريقتين عندك في الورق اللي انا بشرح منه. هنشرح بيه بالطريقه واقول لك ايه وارجع لك اقرا لك الكلام اللي في الكتاب عندك في الكليه، خلاص؟ طيب الطريقه اللي انا بشرح بيها ايه؟ بقول لك والله ان الجروس كيرف ده عشان ندرسه عندنا ليه اربع مراحل، اربع مراحل اساسيه في الـ في في في, في, في الجروس كيرف ده. محتاج اعرف في كل مرحله ايه؟ انا مثلا بتكلم على حاجه اسمها بكتيريال جروس كيرف، يعني ايه بالعربي؟ يعني كيرف هيوريك حاجه اسمها نمو البكتيريا. نمو البكتيريا. طيب نفك من البكتيريا واديك مثال بالحياه العمليه عندنا نشوف. انا لو واحد مثلا بتاع جغرافيا
عايز احسب معدل نمو او عايز اشوف نمو سكان دوله مصر عامل ازاي. ماشي، كنا محتاجين نعرف ايه عشان نعرف نمو السكان؟ كنا محتاجين اول حاجه ان احنا نحسب عدد المواليد، صح، وكمان نحسب عدد الوفيات، وبعد كده عشان نحسب ان عشان نحسب معدل النمو كنت بتطرح معدل المواليد ناقص معدل الوفيات، ده كان بيديك ايه؟ معدل النمو. هي نفس الفكره هنا بالظبط. يبقى انا اديتك المثال ان عشان اعرف نمو دوله معينه بجيب المواليد والوفيات، وبعد كده ايه؟ وبعد كده بطرح المواليد من الوفيات عشان يديلي معدل النمو، صح كده؟ طيب المواليد دول عشان يكبروا مش محتاجين اكل، فمحتاجين مواد غذائيه، خلاص. هي ديت نفس الفكره بالظبط. انا عايز ادرس نمو البكتيريا، فمحتاج اعرف البكتيريات الجديده اللي هتتولد عندنا اللي هي هتنتج من الباينري فيجن، يعني محتاج اعرف التقاصر بتاع البكتيريا عامل ازاي. فاول نقطه محتاج اعرفها في الجدول اللي هي السيل ديفيجن، ازاي البكتيريا بتتقاصر، ما هو ده عدد المواليد. طيب الحاجه الثانيه اللي محتاج ان انا اعرفها وهي الايه؟ الوفيات. الوفيات يعني السيل ديس، خلايا البكتيريا اللي هتموت. طب عشان الخلايا اللي اتولدت ده هي تكبر وتترعرع مش محتاجه مواد غذائيه، اللي هي بالانجليزي نيوترنت، يبقى محتاج اعرف المواد الغذائيه. وفي النهايه هيبقى لي معدل النمو ذات نفسه اللي هو بيساوي السيل ديفيجن، معدل المواليد اللي هو الديفيجن، ناقص الديس اللي هو معدل الوفيات. خلاص؟ فده بالنسبه لنا كان الموضوع بتاع نمو البكتيريا. يبقى فهمنا الموضوع، هو نفس فكره المعدل نمو اي حاجه، محتاج تعرف المواليد والوفيات، والمواليد عشان يكبروا محتاجين مواد غذائيه، وفي النهايه نشوف المعدل بتاعنا. خلاص؟ فهنا نفس الفكره، ودي الاربع نقاط اللي احنا هنتكلم عليها. هنتكلم دايما على السيل ديفيجن، هنتكلم على السيل ديس، وهنتكلم على معدل النمو اللي هو هنا هنعبر عنه بكلمه النمبر اوف البكتيريا، وهنتكلم كمان على النيوتريشنز اللي هي المواد الغذائيه. فانا هرسم لك كيرف، وعود نفسك دايما ان لما تشوف اي كيرف في الطب تسال نفسك سؤال، مين اللي موجود على محور السينات ومين اللي موجود على محور الصباط؟ اللي موجود على محور السينات هيبقى التايم اللي هو بمرور الوقت، واللي موجود على محور الصباط هيكون العدد البكتيريا، النمبر اوف البكتيريا اللي هو بيمثل طبعا معدل النمو زي ما احنا قلنا. النمبر اوف البكتيريا هو معدل النمو. خلاص؟ وقال لك هنا حط لك كلمه لوج تحتها، وانا هشرحها لك ليه، لان النمبر اوف البكتيريا بيبقى كبير جدا، فاحنا بنجيب اللوغاريتم عشان نعرف ان احنا ايه نمثله على كده، مش معلومه مش ذات اهميه قصوى ليك يعني. خلاص؟ طيب انت اللي هتستنتج بقى الكلام مش انا، بعد الكلام اللي انا شرحته لك. بقول لك والله اول مرحله عندنا لقينا البكتيريا كده، النمو بتاع البكتيريا كده. يعني ايه؟ يعني بمرور الوقت، ما هو الوقت عمال يعدي اهو، النمبر اوف البكتيريا ثابت عند النقطه دي. يبقى احنا نستنتج من كده حاجه، انا بقول لك بمرور الوقت النمبر بتاع البكتيريا ثابت عند المرحله دي، فنستنتج من كده ايه؟ نستنتج من كده انا قلت لك النمبر اوف البكتيريا بيساوي معدل النمو اللي هو بيساوي المواليد ناقص الوفيات، اللي هو بالنسبه لنا في البكتيريا بيساوي السيل ديفيجن ناقص السيل ديس. فانا بقول لك ان النمبر اوف البكتيريا ثابت، فتستنتج من هنا ان معدل النمو بتاعها هيكون ثابت، معدل النمو بتاعها هيكون ثابت، يعني هيساوي صفر من الاخر. خلاص؟ طيب عشان المعادله ديت تكون صفر لابد ايه؟ لابد ان المواليد يكون قد الوفيات، صح كده؟ عشان المعادله دي تساوي صفر، فتطرح الاثنين من بعض يديك صفر. طيب إيه عشان المواليد يساوي الوفيات برضو انا بيكون قدام احتمال من اثنين، يا اما ان يكون عدد المواليد ده او العدد بتاع البكتيريات اللي بتنقسم كبير جدا، يعني مثلا يكون عدد المواليد مثلا تسعه والوفيات تسعه، ففي النهايه في النتيجه هتبقى صفر، ده احتمال. الاحتمال الثاني ان يكون عددهم الاثنين صغير، يعني مثلا يكون المواليد واحد والوفيات صفر، في النهايه برضو النتيجه هتبقى صفر. خلاص؟ يعني يكون واحد واحد في النهايه النتيجه هتبقى صفر. بس الفرق ايه؟ ان هنا العدد كبير بتاع المواليد وعدد الوفيات كمان هيبقى كبير. هنا العدد صغير وهنا كمان العدد صغير، فهي دي الاحتمالات اللي عندنا. فانا دلوقتي قدامي مرحله النمبر اوف البكتيريا او معدل نمو البكتيريا بيساوي صفر، يبقى انت تستنتج من هنا ان الانقسام هيساوي الديس، السيل ديفيجن هيساوي الديس ريت. فطالما السيل ديفيجن بيساوي الديس ريت فانت بتفكر في احتمال من اثنين، يا اما ان يكون المواليد كتيره جدا والبكتيريا بتنقسم بشكل كبير جدا وبينتج عن ذلك ان البكتيريا كمان بتموت بشكل كبير جدا، او ان البكتيريا مش بتنقسم اصلا وبالتالي عدد الوفيات هيبقى قليل لان العدد قليل وبالتالي ايه الناتج في النهايه هيبقى صفر. طيب انه احتمال هيبقى عندنا هنا؟ هنستنتج الاحتمال من النمبر اوف البكتيريا اللي موجوده على الكيرف بتاع محور الصداد ده. زي ما انت شايف العدد هنا ايه؟ قليل ولا كبير؟ ده هنا قليل، لو كبير كان هيطلع فوق شويه،
وبالتالي الاحتمال اللي هيمشي معانا هو هنا. فانت اللي هتستنتج الكلام. انا دلوقتي عندي الكيرف خط مستقيم، وبالتالي النمبر اوف البكتيريا هيساوي صفر، لان عدد الديفيجن بيساوي عدد الديس، وطالما العدد صغير فاحنا هنتكلم على الجزء اللي تحت ده خلاص. وبالتالي لما نيجي نحط البيانات على الجدول اللي انا بشرح لك فيه، هقول لك ايه؟ ان المرحله دهيت عدد الديفيجن بتاع البكتيريا فيها بيبقى قليل، وبالتالي عدد الديس كمان فيها هيبقى قليل، فينتج الناتج النهائي ان النمبر اوف البكتيريا هيفضل كونستنت خلاص. طب اخبار المواد الغذائيه ايه؟ بتعمل البكتيريا عمليه تسمى بكتيريال ادابتيشن. يعني ايه؟ انت قدامك البكتيريا دهيت عددهم صغير فعايزين ينقسموا ويدونا عدد كبير، فبتبدا بتكيف نفسها على المواد الغذائيه اللي موجوده في البيئه اللي حواليها ديت عشان تبدا تنقسم وتخش في المراحل اللي بعدها خلاص. طيب المرحله ديت اسمها ايه؟ المرحله ديت اسمها لاج فيز. المرحله ديت اسمها ايه؟ اسمها لاج فيز اهي. المرحله ديت بيطلق عليها اسم اللاج فيز خلاص. يبقى دي مرحله اللاج فيز، اول مرحله عندنا في الجروث كيرف خلاص. اللي بيحصل فيها بنلاقي ان السيل ديفيجن مش بيحصل، والسيل ريت كمان مش بيحصل، وبالتالي النمبر اوف البكتيريا هيبقى كونستنت، والنيوتريشن بيحصل فيها ادابتيشن. يبقى تاني اهو تعالى نقراها من هنا، دي الطريقه اللي انا بشرح بيها، وبعد ما نخلص هنطلع نقرا الكلام من المحاضره خلاص. فبيقول لك ايه؟ اول مرحله اسمها ايه؟ اسمها اللاج فيز. اللاج فيز ده من الكيرف اللي قدامنا اهو، زي ما انت شايف معدل نمو البكتيريا ثابت. عشان معدل نمو البكتيريا يكون ثابت لابد ان الديس ريت ده اهو يساوي السيل ديفيجن، صح؟ عشان لما نطرحهم من بعض يدينا صفر. فالكلام ده بيحصل في احتمالين، يا اما ان يكون عدد البكتيريا كبير جدا، يا اما ان هو يكون قليل جدا. هنا في الرسم عندنا واضح ان العدد قليل، لان هو الكيرف تحت لسه اهو، فالعدد يعتبر قليل، وبالتالي مش هيحصل ديفيجن، العدد قليل، ولا هيحصل ريت، لما نيجي نطرحهم من بعض هيدينا صفر، فالنمبر في البكتيريا يبقى كونستنت. طب اخبار المواد الغذائيه؟ البكتيريا عددها قليل، فبتحاول تكيف نفسها على الظروف البيئيه اللي موجوده حواليها عشان تبدا تنقسم وتكمل في المرحله اللي بعدها خلاص. ده بالنسبه لنا كان الموضوع بتاع الايه، الموضوع بتاع اللي هو اول مرحله عندنا بتاعه اللوج فيز. طيب تاني مرحله عندنا، تعالى بقى نمسح الكلام ده ونشوف تاني مرحله عندنا هنتكلم فيها ازاي وشكلها عامل ازاي معانا. المرحله الثانيه هتبص تلاقيها في الكيرف عامله كده، هرسم لك شكلها حالا اهو في الكيرف. بص المرحله الثانيه هحط بس خط كده منقط فاصل ما بين المراحل، هبص تلاقي ان المرحله الثانيه بقت كده في الكيرف اهي، تمام. طيب ايه اللي حصل؟ ان بمرور الوقت عدد البكتيريا عمال بيزيد. يعني استنتج من كده ان معدل نمو البكتيريا ده هو، استنتج من كده ان معدل نمو البكتيريا هيبقى كبير ولا هيبقى قليل؟ انا بقول لك بمرور الوقت عدد البكتيريا بيزيد، واحنا قلنا بنعبر عن معدل النمو بعدد البكتيريا، فبقول لك طالما العدد بيزيد فعدد البكتيريا هيزيد، يبقى المعدل بتاعنا هيبقى زياده، صح؟ طيب عشان المعدل بتاعنا يزيد انا قدام المعدل ده بيساوي ايه؟ مش قلنا المعدل ده بيساوي المواليد اللي هو السيل ديفيجن ناقص الوفيات؟ طيب عشان يزيد، عشان الرقم ده يكون زياده يكون بالموجب، لابد ان يكون عدد المواليد اكبر من عدد الوفيات، صح ولا مش صح؟ صح، عشان يكون العدد ده كبير فلابد المواليد يكون اكبر من الوفيات، فيطلع لك الرقم ده بالموجب، وبالتالي العدد ده هيبقى كبير جدا. ماشي؟ وناخد مثال عشان المواليد يكون اكبر من الوفيات، مثلا لو عدد المواليد 10 الوفيات 7، وبالتالي الرقم النهائي هيبقى بلس 3، فمعدل النمو بالنسبه لنا زايد بمعدل 3 خلاص؟ فهي ديت الفكره. فانا هنا بقول لك ان المعدل زايد، يعني تستنتج من كده ان معدل المواليد اكبر من معدل الوفيات. طب معدل المواليد عندنا في البكتيريا احنا معبرين عنه بايه؟ معبرين عنه بالسيل ديفيجن. اذا عشان يكون زياده فالخليه في المرحله دي بتعمل حاجه اسمها رابيد سيل ديفيجن، يعني بتنقسم بشكل سريع جدا عشان يكون المواليد كبير. طب اخبار الوفيات؟ الوفيات عددها ثابت، ما فيش اي وفيات خالص موجوده قدامنا، وبالتالي المواليد هنا اكبر من الوفيات، فيبقى المعدل قدامنا بالموجب، وتلاقي الكيرف طالع لفوق، وده عدد البكتيريا بيزيد معانا، يبقى عدد البكتيريا اخباره ايه؟ هيزيد في الكيرف بمرور الوقت بيزيد خلاص. طيب اخبار المواد الغذائيه؟ مع عشان البكتيريا بتنقسم بسرعه فلابد لها من مواد غذائيه موجوده، فالمواد الغذائيه بتكون موجوده. المرحله ديت اسمها ايه؟ مرحله اللوغاريتم او اللوج فيز. اللوج فيز وديت المرحله الثانيه، تعال نقراها برده من هنا. تاني مرحله عندنا اسمها اللوج فيز بالكيرف، لقينا الكيرف طالع اهو، الكيرف طالع. طالما الكيرف طالع يعني عندنا النمبر اوف البكتيريا هيزيد، معدل النمو بتاعنا هيزيد.
معدل النمو بتاعنا اما بيزيد فانت بتفكر ان معدل المواليد او السيل ديفيجن يبقى اكبر من الوفيات، ففعلا هنا هتلاقي ان في رابيد سيل ديفيجن خلاص، والديس ريت هنا مش بيحصل، فيبقى الديفيجن اكبر من الريت، فتلاقي العدد بتاع البكتيريا هيزيد. فعشان عدد البكتيريا زاد لابد انك تلاقي فيه مواد غذائيه موجوده. خلاص؟ فده بالنسبه لنا كان الموضوع بتاع اللوج فيز. تمام؟ ودي تعتبر المرحله الثانيه في الجروس كيرف اللي عندنا. طيب المرحله الثالثه اللي في الجروس كيرف عشان نكون فاهمينها كويس، هنبص همسح بس الاول الكلام ده ونشوف المرحله بتقول ايه عشان نخلي كل الكيرف عندنا في رسمه واحده بس. بص يا سيدي، المرحله اللي بعدها هعمل برضه اهو خط فاصل ما بين المرحله والثانيه اهو، ادي الخط الفاصل، وبعد كده هلاقي المرحله اللي بعدها بقت عامله كده. خلاص؟ الله، طب ما ده خط مستقيم زيه زي الثاني بالظبط. قال لك اه، طالما خط مستقيم فانت تستنتج من هنا ان معدل النمو هيساوي كام؟ صفر. يعني النمبر اوف البكتيريا اهو زي ما انت شايف ثابت بمرور الزمن، وان عشان معدل البكتيريا يكون ثابت فلابد قدامي ان المواليد او السيل ديفيجن يبقى قد الوفيات او السيل ديس. تمام؟ وان عشان يكونوا كده ممكن ان العدد ان الرقم ده يكون كبير جدا ماشي، او ممكن ان هو يكون الاثنين قليلين جدا، ففي كده تحت لما يطرحهم هيطلعوا صفر. هنا في اللاج فيز كانوا الاثنين قليلين جدا لان العدد بتاع البكتيريا زي ما انت شايف كان تحت في الكيرف، بينما شوف هنا النمبر اوف البكتيريا في الكيرف فين؟ فوق خالص. اذا الاحتمال ده هو اللي هيمشي معانا. يعني ايه؟ يعني البكتيريا هتنقسم بسرعه كبيره جدا وفي نفس الوقت هتموت بسرعه كبيره جدا، فالناتج النهائي ان عدد البكتيريا هيفضل ثابت معانا، وهو سؤال في غايه الاهميه المرحله دي. المرحله دي اسمها ستيشنري فيز، كلمه ستيشنري يعني سكون، فدي تعتبر مرحله السكون بتاعه البكتيريا. خلاص؟ طيب ايه بقى اللي بيحصل؟ اللي بيحصل فيها ان عشان العدد يكون ثابت لابد ان عدد المواليد يساوي الوفيات، الديفيجن يساوي الدس، بس هنا البكتيريا بتنقسم بشكل سريع جدا وبتموت بشكل سريع جدا. فبص تلاقي ان البكتيريات اللي بتنقسم بشكل سريع جدا دي بتستهلك جميع المواد الغذائيه اللي بتبقى موجوده في الوسط اللي البكتيريا فيه، فما يبقاش في مواد غذائيه، فكل البكتيريات اللي بتنقسم نتيجه لاستهلاك المواد الغذائيه دي بتبدا تموت، يبقى بيتم استهلاك المواد الغذائيه اللي هي اللفظ عندك في الكتاب بيحصل اكزهوشن، بيحصل اكزهوشن للمواد الغذائيه ديت، فبالتالي البكتيريا مش بتلاقي مواد غذائيه تتغذى عليها فتبدا تموت بنفس الرقم اللي هي انقسمت. خلاص؟ وده نفس الكلام اللي موجود قدامك هنا. بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله هنا عندنا ان في المرحله ديت اسمها ستيشنري فيز، على الكيرف الخط ثابت، وبالتالي لابد ان يكون النمبر اوف البكتيريا كونستانت خلاص، او الجروث ريت بيساوي صفر. في الحاله ديت بتلاقي ان عشان يكون صفر لابد ان الدس يكون قد الديفيجن، وده عشان يحصل بنلاقي ان العدد بيكون كبير جدا، فالبكتيريا بتنقسم بشكل سريع جدا لكن في نفس الوقت بتموت بشكل سريع جدا، فالاثنين بيبقوا قد بعض فيصبح النمبر اوف البكتيريا كونستانت لما نطرحهم من بعض ومعدل النمو يساوي صفر. خلاص؟ اللي بيتسال في الامتحان هو الجزء بتاع الجروث ريت ده، بيقول لك انهي مرحله الجروث ريت فيها بيبقى صفر؟ هتختار طبعا الاستيشنري فيز. خلاص؟ طيب اخبار المواد الغذائيه نتيجه الانقسام السريع بيتم استهلاك المواد الغذائيه، بيحصل لها اكسوجن وتتجمع المواد السامه اللي هي التوكسينز فتبدا تقتل في البكتيريا اللي انقسمت. خلاص؟ ده بالنسبه للمرحله رقم 3 عندنا اللي يطلق عليها اسم الايه؟ اسم الاستيشنري، اسم الاستيشنري فيز. خلاص؟ تعالى بعد كده بقى نتكلم مع بعض على اخر مرحله عندنا من مراحل الجروس كيرف وانت اللي هتستنتجها برضه. اخر مرحله في مراحل الجروس كيرف بالنسبه لنا، حط لك برضه خط فاصل ما بين المرحله اهو، تبص تلاقي الكيرف نازل لتحت كده. يعني ايه اللي حصل؟ بمرور الوقت، بمرور الوقت عدد البكتيريات عمال يقل، فعشان يقل لابد ان معدل النمو بتاعنا ماشي يكون ايه؟ يكون بالسالب. فعشان يكون بالسالب ادي المواليد ناقص الوفيات. فعشان يكون بالسالب لازم يكون عدد المواليد قليل وعدد الوفيات كبير، بأمارة ايه؟ ان مثلا لو كان المواليد 7 والوفيات 10 لما نطرحهم من بعض هيديك سالب 3، فمعنى ذلك ان النمو عمال يقل بمقدار 3. فهي ديت نفس الفكره. فعشان الكيرف يكون تحت عندنا نازل كده لابد ان السيل ديفيجن يكون اقل من السيل من الديس ريت، من يكون اقل من الديس ريت. خلاص؟ المرحله ديت اسمها مرحله الديكلاين، او ليها اسم تاني الديس فيز، اللي البكتيريا بتبدا تموت فيها بقى، معدل الوفاه ده بيبقى كبير جدا. خلاص؟ طب ايه اللي بيحصل في المرحله دي؟ البكتيريا المواليد قلنا بيبقى المواليد لابد ان هو يبقى اقل من الوفيات، فبالتالي لابد ان يكون الديفيجن اقل من الديس،
بيقول لنا ان الديفيجن بيحصل عادي في المرحله دي، لكن نتيجه لاستهلاك المواد الغذائيه بشكل سيفير جدا بيحصل حاجه اسمها سيفير اكزوشن زي المكتوب عندك، الوفيات بتموت اكتر من البكتيريات اللي بتنقسم، فالحصيله النهائيه ان البكتيريا النمو بتاعها يقل بالمنظر ده ويخش معانا في مرحله الديكلاين فيز، مرحله الديكلاين فيز او ان البكتيريا بتموت فيه. فادي الكلام اهو، اول حاجه عندنا في الديكلاين فيز اهو بيقول لك ان الديفيجن بيحصل، لكن الديس ريت بيبقى اكتر من الديفيجن ريت. فلما الديس ريت يبقى اكتر من الديفيجن ريت المفروض النمبر بتاع البكتيريا هيبقى في النازل، لان ده اكبر من ده، وبالتالي هيبقى الناتج النهائي بالسالب، قلنا سالب 3 في المثال اللي احنا ضربناه، فالعدد هيبدا ان هو يقل، وبالتالي يدي سيفير اكزوجن للمواد الغذائيه، البكتيريا مش هتلاقي المواد الغذائيه اللي موجوده فيها، وبالتالي هتبدا تموت. فدي ببساطه الاربع مراحل اللي عندنا، انت بس بتشوف الكيرف طالع ولا نازل ولا ثابت، ولو انت فاهم هتستنتج الكلام كله اللي مكتوب عندك في الكتاب. خلاص؟ طيب انا كده شرحت الكيرف خلاص؟ قبل ما اجي اقرا لك الكلام بتاع الكليه وهنلاقيه ان شاء الله هو نفس الكلام اللي احنا شرحناه، عايز اديك شويه ملحوظات كده على الجروس كيرف ده، بتتسال في الامتحان بشكل كبير جدا جدا جدا. اول مرحله عندنا او كل مرحله كده عليها كلمتين لازم تتكلم فيها. اول مرحله عندنا اللي هي مرحله اللاج فيز. مرحله اللاج فيز دي فيها ملحوظتين، انا كاتب لك واحده وهخليك تزود الثانيه معايا. الملحوظه الاولانيه ان مرحله اللاج فيز ديت هي الهايست ميتابوليك اكتيفيتي. الله، ازاي يا دكتور؟ ازاي تقول لي ان دي اكتر مرحله البكتيريا شغاله فيها بالرغم من ان الكيرف كان ثابت؟ ما هو ببساطه البكتيريا بتبدا تظبط المواد الغذائيه اللي حواليها عن طريق انها بتعمل عمليه البكتيريا ادابتيشن دي، فبتستهلك طاقه كبيره جدا. فبتلاقي ان اكتر مرحله البكتيريا بتستهلك فيها طاقه هي مرحله اللاج فيز ده. ليه؟ قال لك عشان البكتيريا ادابتيشن ده بتبدا البكتيريا تستهلك طاقه عشان تكون لنا المواد الغذائيه اللي هي محتاجاها عشان تنمو في باقي المراحل بالمنظر اللي قدامنا. فبتتسال سؤال ام سي كيو في الامتحان، مين هي المرحله اللي هي الهايست ميتابوليك اكتيفيتي؟ بتقول له على طول هي اللاج فيز. دي اول ملحوظه بتتسال ام سي كيو في الامتحان. الملحوظه الثانيه اللي بتتسال ام سي كيو في الامتحان، انا لو اديت مضاد حيوي، مضاد حيوي مثلا من عيله تسمى البيتا لاكتام، لو انت فاكر اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات، البيتا لاكتام دي لو اديت مضاد حيوي انهي مرحله من المراحل اللي قدامنا دهيت هيكون المضاد الحيوي فيها ريزيستنت؟ الاجابه هي اللاج فيز. ليه اللاج فيز؟ لان في اللاج فيز مش بيحصل سيل ديفيجن، وانا الهدف الاساسي ان انا لما ادي مضاد حيوي، ما دي لو بصيت فيها هتلاقي الديفيجن بيحصل في كله، بينما هنا مش بيحصل ديفيجن خالص، يعني حتى في مرحله الديكلاين كان بيحصل ديفيجن لكنه كان بيحصل بعدد اقل بشكل كبير من الدس. فالمرحله الوحيده اللي ما فيهاش ديفيجن هي مرحله اللاج فيز. فانا لما بدي مضاد حيوي بيبقى هدفي الاساسي ان انا امنع تكاثر البكتيريا، فانت اساسا البكتيريا مش بتتكاثر في المرحله دي، فالمرحله ده هي تتميز انها لو اديت مضاد حيوي ولا هيحوق في البكتيريا، البكتيريا بتكون ريزيستنت للمضاد الحيوي في المرحله دي. يبقى زود المعلومه دي عندك، ان في مرحله اللاج فيز البيتا لاكتام بيبقى فيها ريزيستنت. اشمعنى؟ لان الهدف المضاد الحيوي ان هو يمنع تكاثر البكتيريا، والبكتيريا اساسا مش بتتكاثر في المرحله ديت، وبالتالي هيبقى ريزيستنت ومش هيشتغل فيه. ادي اول مرحله عندنا اللي هي مرحله اللاج فيز، ده كده اول حاجه عندنا. ثاني مرحله عندنا مرحله اللوك فيز اللي هو اللي كان الكيرف فيها طالع. طيب الفكره اللي فيها ايه؟ ان السؤال اللي بيتسال فيها ام سي كيو اول حاجه ان هي ديت الفاستست جروس، ده اكتر نمو باماره ايه؟ ان الكيرف طالع في المرحله ديت بس، فده اكتر معدل نمو هنا هو في المرحله دي، لان معدل النمو هنا لو انت فاكر كان هنا صفر، كان هنا بالموجب، هنا كان صفر، وبعد كده رجع هنا بقى بالسالب، فدي المرحله اكتر مرحله بتنمو فيها البكتيريا، حتى الكيرف كان طالع فيها، فده الفاستست جروس ودي بتيجي ام سي كيو. طيب عكس مرحله اللاج فيز، مرحله اللوك فيز هي افضل مرحله بيشتغل عليها المضادات الحيويه او البيتا لاكتام، ودي سؤال ام سي كيو. يبقى افضل مرحله تشتغل عليها المضادات الحيويه هي اللوك فيز، باماره ايه؟ ان انا لسه قايل لك من شويه ان المضاد الحيوي ده هدفه ان هو يوقف لنا تكاثر الخلايا، فافضل مرحله يشتغل فيها اللي هي البكتيريا كانت بتتكاثر فيها بشكل سريع جدا عشان يقدر ان هو ايه؟ عشان يقدر ان هو يشتغل عليها ويقتلها بشكل اسرع، وبالتالي اكتر مرحله المضاد الحيوي بيشتغل عليها هي مرحله اللوك فيز، والمرحله اللي المضاد الحيوي مش بيقدر يشتغل فيها هي مرحله اللاج فيز. خلاص؟ ده بالنسبه لنا كان الجزء بتاع اللوك فيز.
طيب الحاجه الثانيه اللي عندنا على اللوك فيز، عايزك تزود معلومه برضو، بما ان هو الفاستست جروس، فلو سالتك في الامتحان قلت لك انهي مرحله الجينيريشن تايم فيها بيكون افضل ما يمكن، ها تعال نراجع الجينيريشن تايم. مش قلنا ده التايم اللي الوقت اللي البكتيريا بتاخده عشان تبقى الدبل؟ يعني انا محتاج اعرف هو بيقول لك انهي مرحله من المراحل دي الجينيريشن تايم فيها هيبقى اكبر ما يمكن. بالاجابه بتاعتنا طبعا هي اللوك فيز. ليه؟ لان دي اكتر مرحله البكتيريا بتتكاثر فيها، وبالتالي الجينيريشن تايم بتاعها هيكون كبير جدا في الايه في المرحله دي. خلاص ده بالنسبه لنا كان المرحله بتاعت اللوك فيز والاسئله الثانيه، زودنا هنا واحده وهنا واحده. طيب الاستيشنري فيز ده مهم جدا، بيتسال عليه سؤال. الاستيشنري فيز شكله في الكيرف كان مستقيم كده، ماشي؟ طيب الاستيشنري فيز ده المرحله اللي بيتكون فيها السبورز. فاكر السبورز اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات؟ كانت بتتكون لما يتم استهلاك المواد الغذائيه، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. وبالتالي بيتسال ام سي كيو، مين هي المرحله اللي بيتكون فيها السبور؟ هي الاستيشنري فيز. طب هنحفظها ازاي؟ استيشنري بحرف الاس، بيتكون فيها سبورز بحرف الاس. خلاص ديت المرحله بتاعت الاستيشنري فيز. طيب اخر مرحله عندنا في الكيرف، كان الكيرف اللي نازل فيها اللي هي مرحله الديس او الديكلاين، النقطه اللي بنتسال عليها انها بيحصل فيها اكزوشن للمواد الغذائيه. وانت كان ممكن هنا تقول لي يا دكتور طب ما انت قايل برضو ان في الاستيشنري بيحصل اكزوشن وهنا بيحصل سيفير اكزوشن، اقول لك معلش هي في كتاب الاسئله كده، لازم تعرف ان لو قال لك كلمه اكزوشن بس هتختار الديس فيز، ماشي؟ تمام. لو قال لك ايه المرحله اللي بيحصل فيها اكزوشن المواد الغذائيه اختار الديس فيز، اوعى تتلخبط وتختار الاستيشنري. خلاص ده كده بالنسبه للجزء ده. طيب ده كده خلاص شرحنا الكيرف وخلاص خلصنا اللي احنا عايزين نقوله كله. هنرجع بقى نقرا الكلام اللي مكتوب في المحاضره عندنا. اول حاجه بيقول لنا في البكتيريا جروس كيرف، قال لك في المحاضره ايه؟ قال لك في المحاضره ان احنا عشان ندرس البكتيريا جروس كيرف لازم نحطها في حاجه اسمها ليكويد نيوترانت ميديا. يعني ايه؟ كلمه ميديا يعني وسط. دي حاجه احنا بنحضرها في المعمل، بنحط فيها مواد غذائيه لازمه لنموت البكتيريا عشان ندرس البكتيريا دي. الميديا دي بتكون سائله وجواها مواد غذائيه، عشان كده قال لك ليكويد نيوترانت ميديا. خلاص؟ وبعد كده بنروح نشوف الكاونت اوف البكتيريا على فريكوينت انترفيل، وناخد الريزلت ديت ونحطها على الكيرف اللي احنا رسمناه، هيجي لنا الاربعه فيز اللي احنا اتكلمنا عليها. فادي اول مرحله عندنا اللي هي مرحله اللاك فيز. قال لك ايه في الكتاب؟ قال لك ان ديت الفيرست فيز. وفي الفيرست فيز ده مش بيحصل فيه سيل ديفيجن، زي ما احنا قلنا السيل ديفيجن مش بيحصل والديستريت مش بيحصل، العدد بتاعهم الاثنين بيبقى قليل عشان النمو يكون كونستنت. خلاص؟ طب ايه الفكره اللي فيها؟ البكتيريا بتعمل عمليه تسمى بكتيريا ادابتيشن. يعني ايه بكتيريا ادابتيشن؟ يعني النمبر، يعني بتبدا تكون انزيمز ومولكيولز محتاجه عشان تبدا تتكاثر. خلاص؟ فده اللي خلى المرحله ديت عندها الهايست ميتابوليك اكتيفيتي، لو انت فاكر في كتاب الاسئله. خلاص ده نفس الكلام اللي احنا قلناه بالنص. طيب المرحله الثانيه اللي عندنا، المرحله الثانيه اللي عايزك تتكلم فيها مرحله اللوغاريتميك فيز او اللوج فيز. اللوج فيز ده قلنا في فكرته ايه؟ ان السيل ديفيجن اكتر من الديس، وبالتالي النمبر اوف البكتيريا هيبقى انكريز. نفس الكلام المكتوب قدامك بالنص اهو، ديورنج ذيس فيز رابيد ديفيجن اوكير، الديفيجن اهو والديس بيبقى قليل، وبالتالي النمبر اوف البكتيريا هيبقى انكريزنج ستيدلي باي تايم، يعني بيزيد بمرور الوقت بشكل ثابت. ده نفس الكلام اللي احنا قلناه. بعد كده في كتاب الاسئله قال لك ايه؟ قال لك ان افضل مرحله كنا بنشتغل فيها المضاد الحيوي هي مين؟ هي المرحله اللوج فيز. تمام. طيب بعد كده الاستيشنري فيز كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان الاستيشنري فيز دي كانت خط مستقيم، وبالتالي معدل النمو بيكون صفر، فعشان يكون صفر لابد هنا ان يكون عدد البكتيريا كبير قوي والديس يكون كبير قوي، لان في الكيرف كان عدد البكتيريا فوق لو انت فاكر. فعشان كده بيحصل انقسام بسرعه قوي والبكتيريا كمان بتموت بسرعه، فالبكتيريات اللي بتنقسم بتستهلك المواد الغذائيه، بتستهلك المواد الغذائيه بتتجمع المواد السامه فتبدا تقتل البكتيريا فالريت بيقل. فقدامنا اهو بيقول لك ايه؟ النيوترنت بتاعت الميديا اللي عندك دي بيبدا يحصل لها اكسوجن نتيجه للرابيد ديفيجن اللي حصل في المرحله اللي فاتت دي، وبتبدا تتجمع المواد الغذائيه المواد السامه عندنا، فبتلاقي ان الريت بتاع الجروث بيبدا ان هو يقل. بس النمبر اوف البكتيريا بيبقى ثابت ليه؟ النمبر اوف البكتيريا بيبقى ثابت لان عدد البكتيريات اللي بتموت بتبقى قد عدد البكتيريات اللي بتتكون، عشان كده عبرنا عنها بخط مستقيم. ده نفس الكلام اللي احنا قلناه برضه هناك. اخر مرحله في المرحله بتاعه الديس عندنا في الكروس كيرف هي مرحله الديس، بيحصل المواد الغذائيه بيحصل لها اكسوجن، بيتجمع المواد السامه، ماشي؟ وبعد كده بتلاقي ان معدل الديس بيعدي معدل الديفيجن، المالتيبيكيشن ديت معناها ديفيجن، مالتيبيكيشن ريت معناها ديفيجن ريت،
وبالتالي النمبر اوف البكتيريا بيبدا ان هو ايه؟ ان هو يقل. خلاص؟ فده بالنسبه لنا كان الجزء بتاع الكيرف، شرحناه زي ما الكليه كاتبه وبالطريقه الخاصه اللي انا بشرح بيها دايما في فكره البروس كيرف. خلاص؟ طيب انا كده خلصت الشرح، بس عايز احل شويه اسئله على الموضوع ده عشان ايه؟ علشان نوصل افكار بعض. فمثلا تعال نشوف السؤال ده. بيقول لك ان البكتيريا سبيشيز الجنريشن تايم بيحدد في انهي مرحله؟ هي قلناه اكتر مرحله الجنريشن تايم بيبقى كبير فيها مرحله اللوك فيز اللي بيكون فيها البكتيريا بتنقسم كتير جدا، فالاجابه بتاعتنا ان هي اللوك فيز، قلت لك زودها. ادي يا سيدي الجزء ده. طيب في فوق برضو سؤال على الجروس كيرف، جايب لك كيز طويله عريضه كده ملهاش اي تاتيل لازمه في الحياه يعني، المهم ان هو جاب لك جروس كيرف، يعني انت الكيس دي ممكن تعديها عادي ما تقراهاش وتشوف الاسئله، حتى الاسئله هتعرف تحلها. بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله اول حاجه عندنا which of the following growth phase الاورجانيزم هيبقى resistant لمضادات حيويه اسمها بيتا لاكتام، يعني كانه بيقول لك انهي مرحله من المراحل بتاعه الجروس كيرف ده البيتا لاكتام مش هيشتغل عليها. الاجابه بتاعتك على طول هتبقى هي مرحله الايه؟ اللاج فيز، زي ما قلنا دي المرحله اللي المضادات الحيويه مش بتشتغل فيها لان مفيش انقسام للبكتيريا. طب السؤال الثاني بيقول لك انهي مرحله العلاج فيها بمضاد حيوي اسمه جينتا مايسن، ده مضاد حيوي هيبقى ماكسيم افكت، يعني كانه بيقول لك انهي اكتر مرحله المضاد الحيوي بيشتغل فيها؟ ها قلناها على طول هي مرحله اللوج فيز، كل دي في الملاحظات اللي كانت موجوده عندنا. طيب ده كده كان سؤال، اخر سؤال عندنا على حته الجروس كيرف دي. اهي جايب لنا كيس طويله عريضه اهي، تعالى نقراها بسرعه مع بعض كده ونشوف. بيقول لنا حصل اوت بريك اوف دايريا، يعني ايه اوت بريك اوف دايريا؟ يعني تفشي للاسهال، يعني الناس مثلا بتبقى رايحه في مطعم تلاقي الناس دي كلها جالها اسهال. ماشي؟ ماشي. المهم ان هو قال لك كان بيبقى ريليتد لمجموعه من الناس اللي بيبيعوا هوت دوج. ماشي؟ ماشي. المهم خدنا عينه ستول من الناس ديت كلها عشان ندرسها، لقيناها بوزيتيف لبكتيريا اسمها الشيجيلا، كلام فاضي. ماشي. لمعظم الناس اللي كانوا الهوت دوج ده. خلاص؟ بعد كده خدنا احنا الشيجيلا ديت وحطيناها فين؟ زي ما قلنا في نيوتران ليكويد ميديا، يعني حطيناها في وسط سائل جواه مواد غذائيه لنمو للبكتيريا. ماشي؟ وبعد كده بيقول لك ان احنا ايه؟ وزود ذا ترانسفير تو فريش ميديا. ماشي؟ ويل ايفينشوال اندوس ذيس فيز لهذا الاورجانزم، يعني انت حطيتها في الميديا ديت وخليتها جوه الميديا دي، ما نقلتهاش لميديا ثانيه عشان ايه؟ عشان ما يحصلش ذيس. كل الكلام ده كلام فاضي، ما انتش محتاجه في حاجه. السؤال بيقول ايه بقى؟ بيقول لك يا سيدي which of the following is a limiting factor للميكروبيال جروث اندر لابوراتوري كونديشن. خلاص؟ يعني بيقول لك ايه اللي بيعمل ليميتيشن، اللي بيوقف النمو بتاع البكتيريا لما انت تيجي تحطها في الميديا دي. زي ما انت شايف في الكيرف فوق او في الكيرف اللي احنا كنا شارحينه هنا، بيقول لك ايه اللي وقف نمو البكتيريا. طيب تستنتج من كده ايه؟ هو بيقول لك الليميتنج فاكتور للجروث بتاع البكتيريا، يعني العامل اللي وقف البكتيريا نمو البكتيريا. هو نمو البكتيريا وقف او قل في انهي مرحله؟ في المرحله دي. يبقى هو كلامه على الديس فيز. فايه اللي خلى الديس فيز يحصل من الاخر يعني؟ هو تجمع التوكسيك برودكتس، المواد السامه داخل الميديا اللي عندنا، هو ده اللي خلى الديس فيز يحصل. يبقى فكره السؤال هو جايب لك كيس طويله عريضه ملهاش اي تاتيل لازمه، في الاخر بيقول لك ايه هو الليمتنج فاكتور، يعني العامل اللي بيوقف نمو البكتيريا تحت الميكروسكوب، يعني كانه من الاخر بيسالك عن السبب بتاع الديس فيز، لان ده المرحله الوحيده اللي كان الجروس بيقل فيها، وبالتالي الاجابه بتاعتنا هو تجمع المواد الغذائيه. خلاص؟ دي كده كانت شويه اسئله على موضوع البكتيريا الفيسيولوجي كده حليناها كلها مع بعض، وده كان نهايه الفيديو بتاعنا النهارده، وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.